ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ طبعا انا هصور فيديو في قناة انس فلوج ايه، والنهاردة انا طبعا انا اسف جدا اللي انا مصورتش فيديو امبارح، بس انا عيني وجعني شوية، يعني عيني كانت منفوخة يعني منفخة، معرفتش اصور، وحتى دلوقتي انا بصور وانا عيني منفخة، بس يعني الحمد لله بقت احسن شوية، وممكن ما تكونش باينة في الكاميرا، بس ممكن تكون مع الرنج لايت باينة شوية. كويس اللي لحقت تقف قبل ما اصور الفيديو شوية، يعني الحمد لله. طبعا انا عايزكم تدوني تقييم في السيت اب الجديد، دي باك جراوند جديدة، وطبعا السيت اب لسه، وده اللابتوب بتاعي ودي الهيدفون بتاعتي، هيدفون جيمنج تمام، وده الرينج لايت اهو تمام، ده الماوس بتاعي الجديد برضو لللابتوب. اوكي تمام. طبعا كل ده انا عملت، المفروض ده كل ده انا، ده للسيت اب الجديد. طبعا ال 1200 احنا عايزين نعلى شوية في الفيوز، رقم الفيوز بدأت وحشة شوية بالنسبة لي، بس الحمد لله ماشي، ويا رب يكون عجبكم السيت اب الجديد. طبعا لسه في جزء تاني ليه، لسه في جزء تاني هعمل لكم جزء تاني، بس طبعا عشان عيني كانت وجعاني شوية فما لحقتش اظبطه. ولسه كان في مايك، المايك بتاعي طبعا ما لبستهوش بقالي، ما لبستهوش ولا فيديو، لسه هلبسه المرة دي ان شاء الله. المرة الجاية لو عملت فيديو تاني للجزء ده، وانا ان شاء الله هعمل جزء تاني. ويا ريت يكون عجبكم السيت اب والاضاءة اللي ورايا دي، دي انا هعملها برضو، دي ممكن كده. اشوفكم المره الجايه في فيديو في قناتي هنزل فلوج ايه. طبعا عايز لو عجبكم السيت اب الجديد اعمل لي كومنت، وطبعا دي الباد واعمل لي لايك. اوكي اشوفكم المره الجايه في فيديو في قناتي هنزل فلوج ايه، يلا سلام. وطبعا في جزء تاني.